طمني لكشمي، عم تدير بالي علي لهالسبب ضلي. لا تقلقي لكشمي، رح اتحسن بسرعة. لكشمي فيني اقول لك شي؟ انا مرتاح كثير هون. بالحقيقة ايه، لاني هون ببيتك، طيبتك كلها هون ولهيك مرتاح. واختها هون. معي اختك، ما رح تخليني احكي. على طول بتقاطعني. انت عم تحكي كل الوقت ايوش. بس انا يلي دقيت لها شالو. بس هذا موبايل. هالبنت عم تجادلني. انت طايش. ايه ايه اهدوا اثنيناتكم. ايوش شوفي، لازم ترتاح هلا وما تعمل شي. بس تعال الصبح على البيت. ايه تعال الصبح. وعلى كل إن هي كم ساعة؟ ايه ريشي. ايه طيب، انت ما بدك تسألني عن اللي صار لبالفندر؟ لا، أهم عندي هلأ تجي بالأول. لا هيك بحبك يا ريشي، هذا السبب. بس ريشي اسمع شوي، يعني هذا التافه هرب مني، أنا آسف. مو مشكلة أيوش، يهرب يعني وين بده يتخبى؟ رح نمسكه بالآخر. مهم انتبه على حالك، نحكي بهالشي لما تجي على البيت. خلص، حبك كتير أخي. باي باي لكشمي. باي باي باي. هه انت، هذا تليفوني، ليش هيك زتيته؟ منيح القصة خلصت على هيك أيوش، منيح. ايه بس بالفندر هرب منه، مو مشكلة، شكل الشرطة اللي رح تمسكه. ريشي ريشي. ايه؟ أيوش دقلنا هلأ، خلينا نقول للكل إنه أيوش منيح وإنه اتصل. رح نقول لعمي ومرت عمي وعمتي، رح أطمنه. استني 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 استني، لا نحن هلأ منضل بالغرفة، أنا بتصرف وبتصل على تليفون بابا، خليني دقله وخبره باللي صار. ليكي إذا رحت لهنيك رح يهلكوني بالأسئلة، ما فيني جاوب على أسئلتهم، ما فيني كذب، ما بقدر، رح أتصل فيه. ريشي ريشي. مرحبا. انت ليش عم تتصل؟ انت بالبيت ولا طلعت لبرا تدور على ايوش؟ لا بابا، ايه ما في داعي لهذا الشيء، ايوش اتصل فيني، هو بامان وجاي على البيت بكره. هالاخبار منيحه. طيب لكان انت نام وارتاح وانا رح خبر امك وكاريشما. ايه بابا منيح. طيب لحظه، بالفندر شو اخباره؟ الحقيقه ما قدرنا نمسكه وهرب هي المره. بس لا تقلق، بظن انه رح ينمسك على ايد المحقق دورغا. إيه لكان منيح، وأنا بخبر المحقق دورغاسي. إيه بابا باي. أيوش منيح؟ كنت عم تحكي معه؟ لا لا، ريشي على التليفون وهو اتصل بريشي. منيح، أنا قلقت عليه. إيه إيه، أنا رح روح خبر ماما وطمنها. وخبرها لكاريشما كمان. ماشي. أيوش ترك موبايله بالبيت، معناتها من موبايل مين اتصل؟ يا ترى لوين راح هو؟ حلو شالو، انت عملتي التخت منيح، برافو.